محمد تعب جدا في الدوره دي، واتمنى له كل التوفيق لانه اجتهد زي ما اجتهد السنه اللي فاتت، والدوره دي كمان باسم الفنانه الكبيره سميحه ايوب، فلازم تكون دوره تليق باسم مصر وتليق باسم ساده المسرح العربي، فان شاء الله تطلع دوره موفقه باذن الله. يعني هو احيانا بيبقى عصبي بس مش علينا، يعني بلاقيه زعلان متضايق من حاجه مضغوط. انا السنه اللي فاتت كنت شويه مخضوضه من الحاله اللي هو فيها، السنه دي انا خلاص بقى يعني فهمت، فما بقتش يعني اقول له في ايه ولا لا، خلاص بسيبه وهو يجي يتكلم معايا يحكي لي اللي مضايقه، او ما يحكيش اكلمه انا في حاجه تانية افصله عن اللي هو فيه، فبعمل الحاجه اللي هو انا شايفاها تريحه يعني. والله انا ما شفته اتصور، انا شفت بس كده، ما شفته من ظهره، كنت عايزه اطمن عليه بس. ايه سر النضاره السوداء؟ عيني وجعي مجهود، من المجهود عيني تعبان. هو حر يعني دي رؤيته، هو حر فيها. هو شايف ان التكريم للاحياء مفيد اكتر، وان الراحلين توفاهم الله عليهم يعني كل الرحمه وكل حاجه حلوه، ولكن هم توفاهم الله، مين هيطلع الورثه؟ طبعا دي حاجه بتفرح الورثه مفيش كلام، ولكن لما بكرم الناس اللي بتجتهد وبتشتغل ولحد وعملوا او عاملين تاريخ، انا كمان بقول لهم اشتغلوا اكتر وهم احياء، تمام؟ فانت بتساعدهم ان هم على فكره التكريمات دي بتيجي، يعني انا سمعتها كذا مره من كذا حد يقولوا يا التكريم ده جه في وقته انا كنت محتاجه. ان شاء الله عندي كذا حاجه ان شاء الله. ايه مش هنقدر نعرف اي حاجه؟ لا تقول ايه لكل جمهور؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما مصر كده بخير، وان شاء الله المهرجان يبقى يعني يبسطكم وتستمتعوا بيه. اقول لها حبيبتي الف مبروك، انت تستحقي كل التكريم، وانت فنانه كبيره تليق باسم مصر، والتكريم ده تستحقيه وتستحقي كل التكريمات الدنيا. استاذه سميحه ايوب استاذتي وقدوتي، وانا فخوره اني اشتغلت معاها عملين من اجمل الاعمال اللي عملتها في حياتي، وبقول لها بشكرك على كل الدعم اللي دعمتوني في بدايتي، بشكرها جدا. قالت لك ايه الدعم؟ مش عايزه اقول عشان ما يقعدوش يقولوا، دي عماله تقول كده. لا انت دعمتني، قالت انت ممكن انت ركزي عشان انت هتبقي خالفتي. بس خلاص ما عاوز ايه تاني، ما نمتش، قعدت بعدها يعني 3 4 ايام بروح المعرض، وانا قلت لي كده بجد ولا انا كنت بحلم يعني؟ ما انت كده كده. لا بس ما تطلع من سميحه ايوب مش حاجه، مش سهله، لا مش سهله. بص انا عيني دمعت اصلا، انا فضلت يومين مش مصدقه انها قالت لي كده اصلا.